انا سنعتقد هنا واحد الموضوع حساس جدا، ان الريف منطقة حساسة وخطيرة ومرعبة. لماذا؟ لأن الريف هو المنطقة التي كانت تحت النفوذ الإسباني، وهي المنطقة القريبة من إسبانيا، وهي المنطقة التي تتحدث أغلب أولادها اللغة الإسبانية، وهي المنطقة التي لا يشاهد سكانها إلا التلفزيونات الإسبانية، فهي منطقة واقعة تحت النفوذ الإسباني علنا، وواقعة تحت النفوذ الإسباني سياسيا من حيث القوة الخفية الإسبانية الحقيقية، ماشي القوة الدعائية، القوة الحقيقية الإسبانية التي تعمل ليل نهار من أجل إرجاع المنطقة الشمالية إلى النفوذ الإسباني. بل هناك اتجاهات في إسبانيا للدعوة إلى إقامة دولة انفصالية في الريف. هذا هو الخطر الدائم الذي ولد أيام الاستقلال ولا زال ينمو إلى الآن. وهذا الخطر هو الذي لا يشعر به النظام المغربي ولا يعتبره ولا يعمل من أجل حده. هذا هو مشكل الريف. الريافة منطقة صعبة وخطيرة. لماذا؟ لأن المغرب بعدما استرجع الاستقلال واسترجع المنطقة الشمالية انشغل بالجنوب وترك الشمال، بينما منطقة الشمال لو وجدت أقطابا يشتغلون بها لكانت جنة على وجه الأرض ومنطقة غنية جدا، فإذا بها منطقة غنية جدا وأولادها فقراء. هذا هو فقد المشكل ديال الشمال المغربي قديما وحديثا. ولكن لا ننسى أن الشمال المغربي واقع تحت نفوذ رجل واحد لا ثاني له، هو عبد الكريم الخطابي، سواء كان حيا أو ميتا. عبد الكريم الخطابي هو نوع من يعتبره الريفيون كنبي من الأنبياء، وهنا يجب التذكير بأن الأيادي الخفية لعبت لاستغلال عبد الكريم الخطابي وتحويله إلى رجل نضال ونموذج للنضال والانفصال. وهذا هو المشكل الذي عشته جزءا منه أنا شخصيا، وعاشه الحسن الثاني قبل موته بسنوات. أنا عشته شخصيا عندما اجتمع الملك محمد الخامس بعبد الكريم الخطابي في القاهرة، وعبد الكريم الخطابي قدم الولاء لمحمد الخامس وأكد له أنه لم تكن له أبدا أي نوايا جمهورية ولا انفصالية، فإذا به عبد الكريم الخطابي هذا اجتمعت به مرارا واتفقنا، وأصبح يكتب افتتاحية في جريدة أخبار الدنيا كل أسبوع بقلم عبد الكريم الخطابي، ولا زلت أتوفر على الأصول بإمضائه كما كان يبعثها لي من القاهرة. عبد الكريم الخطابي كان رجلا وطنيا يقول بأنه أقام ثورته لتحرير الشمال ولطرد الإسبانيين من الشمال، ولا ينسى أن فرنسا انضمت لإسبانيا لضرب عبد الكريم الخطابي ولاعتقاله.
فإذا به بعد موسى عبد الكريم الخطابي الذي أعلن ولاءه للدولة المغربية بكل صراحة وأرسل أولاده ليصبحوا ضباطا في الجيش الملكي. محمد وعبد السلام كانوا ضباط من رتبة كوماندا، وهذاك عبد محمد كان كولونيل في الجيش الملكي في حياة عبد الكريم الخطابي. إذن مشكل ليس مطروحا ديال الانفصال ما بين عبد الكريم الخطابي. فإذا به لما مات عبد الكريم الخطابي أغلب الكتب الصادرة باللغة الفرنسية عن عبد الكريم الخطابي والتي كانت بتوجيه من المعارضة المغربية وفيها كتب كثيرة يقولون الجمهورية الريفية، عبد الكريم الخطابي بطل الريف، وعبد الكريم أسس الجمهورية، جمهورية عبد الكريم، فقط هما اللي كتبوها بعد موته وليس قبل موته. وهذا حقيقة للتاريخ وللواقع. ويمكن لك تقرأ مذكرات المحجوبي أحردان التي أصدرها باللغة الفرنسية، ويحكي يوما وكانت الأمور هادئة أنه في اجتماع مع الحسن الثاني، وعظمة الحسن الثاني لا تقاس ولا تعوض، قال لهم بغيت نقول لكم واحد المشكل، قال لهم غادي بغيت نصدر قرار بإرجاع الأراضي ديال عائلة عبد الكريم الخطابي اللي كانوا الإسبانيين استغلوها وأخذوها من عبد الكريم الخطابي، ومنها مناطق توجد فيها الآن سكنات عسكرية ومطار عسكري، أريد أن ينسحب الجميع وترجع تلك الأراضي إلى عائلة عبد الكريم الخطابي. فقالوا له هذا الشيء نعمس، هذا الشيء صعب جدا. قال لهم لا، الريف يجب أن يتمتع الريفيون بحقوقهم وبممتلكاتهم، ويجب أن تنظموا الشمال، لأن إسبانيا ما كانتش عندها العقد الوثائق الملكية، كان المغربي في الشمال ليست له وثائق ملكية الدار ديالو أو الأرض ديالو. فهناك في ذاك اليوم وذاك الاجتماع قرر الحسن الثاني أن يرجع الشمال كما هو الجنوب، وأن يكون لكل واحد حقه في وثيقة تثبت أرضه. وقال لهم لأن الشمال يجب أن تعرفوا بأنه حساس، وليس لنا من حقنا، قرأ الكتاب ده أحردان، وليس لنا من حقنا أن نتلاعب بحقوق الريفيين. طبعا أنا الحسن الثاني كان صديقي، يعني من خلال الاجتماعات اليومية اللي كنا نتذكر عليها، ومن بحكم اعتقاد الحسن الثاني بأن الصحفيين هم طبقة مساهمة في توجيه الرأي العام وفي توجيه الدولة المغربية. هذا حقيقة الحسن الثاني الذي كان ذا فكرة العمل العطف والعقاب. الحسن الثاني كان يؤمن بأن كل مخطئ يجب أن يعاقب، ولكن أحاطته الزمان بالجنرال وفقير الذي كانت له حسابات سياسية مستقبلية، وبعدما مات أفقير جاء إدريس البصري الذي كان أكثر خطورة من أفقير وأكثر عنفا من الجنرال أفقير. خطورة البصري استطاع أن يهيمن على النظام وأن يصبح هو عين الحسن الثاني التي ترى ما يريده البصري لا ما هو في الواقع. ديس البصري من الخطورة بمكان، لأنه تدخل في النظام وأصبح جزءا من النظام،
بل النظام أصبح جزءا من الدرس البصري. فأيام أفقير كانت الوضعية أقل خطورة، بحيث أفقير كان يعقد الأمور عن بعد. ففي خلال حربه ضد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي كان في ذلك الوقت أقوى حزب وأقوى قوة سياسية في المغرب، وكانت عندهم فروع في مراكش بالخصوص، تخيف وتشتغل ليل نهار. ومن بين هذه الأقطاب بن حمو اللي مات البارح ودفن البارح، وحضرت الأقطاب ديال المخابرات في الجنازة ديالو، كان من الأقطاب ديال داك النظام اللي كانوا تيحاربوا من أجل تمديد الحدود المغربية التي استولى عليها الفرنسيون وأعطوها للجزائر. فهناك كان جيش التحرير في الصحراء، وهذا بن حمو الأول وبن حمو الثاني كانوا في الصحراء يحاربوا، والمدخل للرباط بدأوا يعبروا عن العنف، عن الغضب ديالهم، وهذاك الغضب لم يتقبله أفقير. وفي هذاك الغضبة استطاع يدمج الحسن الثاني في الغضبة ديالو حتى هو. فواحد النهار جمع اتحاديين اعتقلهم ودخلهم في هذا الدار اللي حدانا، دار المخابرات، هذه هي كانت دار المقري، إذا تسمع دار المقري في التاريخ هي هذه. وأنا كصحفي كنت كتبت شي حاجة في الجريدة، فقالوا له مصطفى علوي راه معاهم، وتم الاختطاف ديالي ووضعي في دار المقري وتعذيبي وتقطيع، لأنه وليت يدخل دار المقري ماشي تيدخل باش ينتظر، أنا تيدخل دار المقري بحال دخل الفران خصو ياكل. فأنا عانيت إلى واحد الشكل قبيح جدا. لماذا؟ ليست لي جريمة، لم يثبت أنني مع هذا ولا مع هذا. أنا كل ما هناك قالوا كتب هادشي في الجريدة ديالو جمعوا رمزي. إذن تم الاعتقال ديالي. وبالمناسبة الظروف ديال الصحفي سواء في المعتقل أو في القصر لا بد تستفد أو تجد الظروف اللي تتخليه يستفد. واحد النهار أفقير جا لقاني يعني مغمضين ورجليا هذاك الشيء، قال لهم طلعوه للفوق باش ما يبقاش يهضر مع هادو اللي معتقلين الاخرين. طلعوني الفوق وسدني في واحد البيس. مع 12 ديال الليل حسيت بالهرجان داخلي، وجابوا بعض بحال جثات او احياء، وبداو تيسيبوهم لقاو ديك الغرفه فاش انا طران 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 سيبو. فاذا به تسمعهم هما تيهضروا بعضياتهم باللغه المصريه. هذوك المعتقلين جابوهم ديك الساعه، كانت المعركه ديال المغرب والجزائر عرفتي ديال 63 منين حرب الرمال. وجا مصريين بالطائرات، جا حسني مبارك واعتقلوه من المغاربه. ومن حسن حظي ان هذاك عبد مبارك لما سيبوه عطاوه نعس حدايا في هذاك المعتقل ديال رئيس مصر، وراه احرضان اللي كان ديك الساعه وزير الدفاع تيحكي انه من شال وجده وجاب حسني مبارك، ضابط مصري اسمه حسني مبارك بالفرق ديالو، جابوه في الطائره، هو اللي جابوه للرباط وداروه في دار المقري، كتبها احرضان في المذكرات ديالو. طيب داز دار المقري الى اخره،
لما جاء أفقير يشوف حسني مبارك لقاني حداه، قال لهم هذا حسوه من هنايا. قالوا فين؟ قال لهم صيفطوه لوجدة، صيفطوني للحد معتقل في وجدة. دايرين دار بقري أخرى في وجدة، دار ديال العنف وديال التعذيب وديال، وديك الساعة كانت الحرب مستمرة ديال حرب الرمال مستمرة مع الجزائر، مفهوم؟ وكانوا وهذا الشيء ثابت في التاريخ وغادي يظهر، بعض الذين غير مرغوب فيهم كانوا تخرجوهم الحدود تعدموهم وتقولوا قناهم تيموتوا مع الجزائريين. دي ظاهرة وموجودين الناس، ولا بد أن يظهروا يوم من الأيام الناس اللي أعدموا ظلما، لأنه كان النظام ديال أفقير بغي يتخلص منه. حسن الثاني كان يعلم بهذه المعتقلات؟ طبعا حسن الثاني كان يعلم بكل شيء، كان يعرف كل الجزئيات، كان يعرف كل الجزئيات، ولكن يتبرع عند ماتي الوقت ديال البراءة، لأنهم هما كتبوا في الجرائد في ذاك الوقت، وراهي عندي كلها، مصطفى العلوي توجه إلى الجزائر وهو قد شوهد في شوارع الجزائر وهو يتجول، معناها أنه راني وليت مع الجزائريين، وأنه يمكن دخلت معهم في المعركة ضد المغرب. ولهذا واحد النهار استدعاني مدير الأمن ديال وجدة اسمه هابي الطيب، قال لي الجرائد هما هضروا عليك بأنك في الجزائر. قلت له قال لي دابا غنصيفطوك تموت مع إخواتك الجزائريين حرفيا. وأنا في المكتب ديالو لما قال لي هذه الكلمة هذه قلت له مزيان مزيان، عجبو الحال، ما عرفتش يشتغل في شي حاجة، وقفت وهربت من المكتب ديال مدير الأمن، هربت وخرجت للكوميسارية ديال وجدة كبيرة، وأنا تنقول أنا مصطفى علوي، أنا مصطفى العلوي، حتى خرجت للزنقة، هما تابعيني وأنا تنغوت. هذاك العملية اللي درت هي اللي غتقات لي حياتي، كان غادي يصيفطوني للجزائر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.